بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يمكن كلمناكم كتير عن معجزه اشباع الجموع. انا عايز بنعمه ربنا النهارده اتكلم عن من وراء هذه المعجزه. كان الظاهر في المعجزة الرب يسوع ابن الله المتجسد، وكان ظاهر في المعجزة التلاميذ، وكان ظاهر في المعجزة الخمس خبزات والسمكتين، وكان ظاهر في المعجزة الغلام اللي كان شايل الخمس خبزات والسمكتين، وكان ظهر في المعجزة الآلاف الكتيرة، الخمس آلاف غير الأطفال والنساء اللي أكلوا وشبعوا، وكان ظهر في المعجزة الاتناشر أفة اللي خدوها مليانة. كل ده كان ظاهر، وكل ده كان واضح. ولكن اللي يمكن ما اتكلمناش عنه كتير او اللي ما خدناش بالنا منه هو الله الاب الحال في المسيح الذي كان يعمل هذه الاعمال. اعتقد الكاثوليكون بتاع النهارده ادانا المفتاح اللي خلانا نفكر في هذا الموضوع. لما القديس يوحنا في رسالته الأولى في الإصحاح الأول بيقدم السلام فبيقول من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح. خلي بالك بقى من بقية الكلام، من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. أنا عايزكم ترددوا العبارة دي معايا، الله الآب، الله الآب، ربنا يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. تاني، الله الآب ربنا يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة والمحبة. هو ده اللي ورا المعجزة. لأن أنا لو سألتك، هو أنا لو جبت خمس خبزات دلوقتي وسمكتين وقلت لك تفضل أكل الكنيسة شبعهم، هتقول لي إزاي؟ إزاي خمس خبزات وسمكتين هيشبعوا الناس؟ هقول لك طبعا المسيح قال إنه الذي يؤمن بي يعمل الأعمال التي أعملها ويعمل إيه؟ أعظم منها. طب انت مش بتؤمن بالمسيح؟ تقول لي بؤمن بالمسيح. طب ما دام بتؤمن بالمسيح، طب ازاي ما تقدرش تشبع الناس بخمس خبزات وسمكتين؟ تقول لي صحيح، وفي حاجه ناقصه، في حاجه ناقصه في الموضوع. الناقص في الموضوع إن علاقة الرب يسوع بالله الآب هي علاقة جوهرية من جهة الطبيعة، وعلاقة حب هائل، علاقة جوهرية من جهة الطبيعة إن هو ابن الله، وعلاقة حب هائل، حب بين الآب والابن.
اللي احنا بناخده في الموضوع ده كله ان احنا بناخد الموضوع موضوع عقيدي، مجرد موضوع عقيدي نحطه في دماغنا ونقول ايه، هو ابن الله وانا اؤمن بكده وخلصت. الموضوع مش كده، الموضوع ينبغي ان يكون اعمق من كده، لان هو قال ابن الاب بالحق والمحبة. يعني احنا نكتشف العلاقة دي اللي بين يسوع وبين الاب السماوي، تبقى هي دي علاقتنا مع الاب السماوي من خلال ربنا يسوع المسيح، زي ما هو قال ليكونوا واحدا فينا كما اننا انت وانا واحد. انا مش عايز الكلام يبقى صعب او ما يبانش الكلام يبقى صعب ليك، الكلام بسيط خالص والكلام انتوا كلكم عارفينه، بس بيعدي عليكم يمكن بسبب تكراره كتير، بس ما ناخدش بالنا منه. كلنا عارفين ان الاب السماوي شهد عن الرب يسوع انه ابنه من زمان خالص، قال انت ابني انا اليوم ولدتك. ولما بعت الملاك للست العذراء وقال لها الروح القدس حل عليك وقوة العالي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ايه؟ ابن الله. فدي واضحة خالص، كل الكلام ده احنا عارفينه بس ما بناخدش بالنا منه. ولكن اللي ورا هذا الموضوع العقيدي في حاجة تاني، في حب، في علاقة حب بين الاب والابن، دي اللي احنا مش بنحسها او مش بناخد بالنا منها، ان في علاقة حب بين الاب والابن. احنا مدعوين ان احنا ندخل في هذا العلاقة ويكون لنا شركة في هذا العلاقة. فعند المعمودية صوت من السماء قائلا هذا هو ابني، خلي بالك مش ابني وخلاص، هذا هو ابني قولوها ابني الحبيب، ابني الحبيب الذي به سررت، هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. لما يعني اقول فلان ده ابني غير لما اقول ده ابني الحبيب. ابني ابني بالطبيعة، ولكن في علاقة حب، في علاقة حب، ده أنا اللي بحبه وهو ده اللي أنا مسرور بيه. وبرضو على جبل التجلي جاء صوت من السحابة قائلا هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا. وبطرس يقول أنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا إذ أقبل عليه الصوت كهذا من المجد الأسنى هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه على الجبل المقدس. طب دي تخصنا بإيه؟ ده هو بيقول عن ابنه وده ابنه الحبيب، ده اللي أنا بقول لك عليه. ولكن احنا مش واخدين بالنا ان علاقة الحب دي احنا مدعوين للشركة فيها. القديس يوحنا قال من يؤمن بابن الله فعنده الشهادة في نفسه، من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا لانه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه. وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة الأبدية في ابنه. يعني إيه؟ يعني لما الله الآب قال هذا هو ابن الحبيب، قال إن هذا هو ابن الحبيب اللي أنا بعته لكم علشان إيمانكم به يؤدي إلى حياة أبدية.
يكون ليك حياة أبدا. الشهادة دي تبقى جواك، الشهادة تبقى جواك وتنال حياة أبدية. طب ده من جهة الآب، من جهة الآب، الآب شهد ده ابن الحبيب. طب من جهة الابن واضح ازاي الحب بتاعه للآب؟ اقول لك يا اخ كتير قوي، كتير قوي، لدرجة وهو لسه طفل صغير او فتى يعني سن 12 سنة وراح الهيكل ويوسف النجار ومريم بيدوروا عليه، فقال لهم لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون في ملأ أبي؟ وكانت المشكلة بينه وبين اليهود أنه دايما يقول عن الله أنه أبوه، أنه يقول عن الله أنه أبوه، فطلبوا أنهم يقتلوه في يوحنا 5:18 لأنه قال عن الله أن أبوه. وحتى هو بيعمل المعجزات برضو شد انتباهنا وشد أذهاننا إلى الله الآب، فيقف على قبر العازر فيرفع عينيه فوق، يرفع يسوع عينيه الى فوق وقال، رفع عينيه الى فوق يعني ايه؟ احنا عارفين لما بنرفع عينينا لفوق يعني بنرفع عينينا لفين؟ للسماء، لله اللي في السماء، لله الاب. فرفع عينيه الى فوق وقال ايها الاب اشكرك لانك سمعت لي، أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي. أدي تعتبر الجزء السري اللي في معجزة إقامة العازر اللي احنا دايما نعديه بسرعة ناخدش بالنا منه. علاقة المسيح بالآب، الحب اللي بينه وبين الآب، حتى المعجزة بتاع النهاردة لما ادوله الخمس خبزات والسمكتين يقول ايه؟ شكر. شكر دي يعني ايه؟ شكر يعني رفع عينيه لفوق وقدم الشكر لله الاب، وقدم الشكر لله الاب. حتى لما ادى جسده ودمه للتلاميذ دايما احنا نقول في القداس ورفع عينيه الى السماء إليك يا الله أباه وسيد كل أحد وشكر، وشكر يعني قلب الرب المتجسد ابن الله بالجسد، قلبه دايما متحد بالآب، مرفوع بالآب، مفعم بالحب للآب السماوي. في يوحنا 14:31 قال لي يفهم العالم إني أحب الآب وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. حد منكم فكر في الحكاية دي؟ حد فكر في الحكاية دي؟ ليفهم العالم إني أحب الآب وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. هو تجسد ربنا يسوع المسيح ومجيئه على الأرض ما كانش بس عشان يكون لنا شركة معه، لكن تجسد ربنا يسوع المسيح ومجيئه على الأرض كان ليكون لنا شركة مع الآب والابن، زي ما بيقول القديس يوحنا أما شركتنا نحن فهي مع الله الآب ومع ابنه يسوع المسيح، طبعا بالروح القدس. احنا كلنا بنؤمن بعقيدة الثالوث، بنقول باسم الآب والابن والروح القدس، ده اللي بنؤمن بيه او العقيده بتاعتنا. لكن شوف احنا عايشين ازاي. الليتورجيه بتاعتنا جميله جدا، من اول ما نصلي نشكر الله الاب، الفكر مرفوع في الله الاب في شخص المسيح،
فالليتورجية بتاعتنا أرثوذكسية 100%، ولكن للأسف التعليم بتاعنا والوعظ بتاعنا أحيانا ما بيبقاش أرثوذكسي. ليه؟ لأنه لما طلعت الحركة البروتستانتية، أنا ما بقولش عليهم حاجة وحشة بس ده مجرد تاريخ يعني، وحاجة محتاجة مراجعة في فكرهم. لما طلعت الحركة البروتستانتية قالوا نعمل حركة كرايست سنترد. كرايست سنترد يعني ايه؟ يعني تبقى متمركزة في مين؟ في المسيح. طب جميل، طب متمركزة في المسيح، طب وديت فين الآب وفين الروح القدس؟ فين العلاقة مع الآب وفين العلاقة مع الروح القدس؟ أخذوا واحد من الثالوث وأصبح ده هو المركز. دي مش أرثوذكسيتنا. وطلع من البروتستانت، لما ناس من البروتستانت خلوا بالهم إنه في حاجة مش مظبوطة قوي، إن في حاجة ناقصة، فطلعت طوائف تانية اسمها البنتيكوستال. البنتيكوستال دي قالوا إن إحنا نخلي الحركة بتاعتنا متمركزة على الروح القدس. طب جميل قوي، أنتوا اتكلمتوا عن الروح القدس وركزتوا عن الروح القدس، طب فين الابن وفين الآب؟ فين الابن وفين الآب؟ فده اللي أنا عايز النهاردة أدخله في وعيك بنعمة ربنا، إنه يا حبيبي علاقتنا بالرب يسوع هي علاقة عشان من خلاله وباتحادنا بيه، عشان نتحد من خلاله بالله الآب السماوي، عشان يبقى في ذهننا واضح وفي قلبنا واضح وفي فكرنا واضح ان في الله الآب أبونا السماوي وأبو ربنا يسوع المسيح زي ما بنقول في الصلاة. بل ان الرب يسوع لما جه على الأرض قال طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. مين الذي أرسله؟ مين الذي أرسله؟ قلوها، مين الذي أرسله؟ الله الآب. إني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. وقال كلام أكتر من كده، يوحنا 14:10 قال الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال. أعتقد أن احنا كارثوذكس أحيانا بنخاف نتكلم في الآيات دي لألا نتهم أن احنا أتباع شهود يهوى. لا، احنا مش أتباع شهود يهوى، لأن بتوع شهود يهوى لا يؤمنوا بلاهوت الابن، ولكن احنا بنقول لا، بنقول ان احنا بنؤمن بثالوث الله الاب والله الابن والروح القدس، وكل اقنوم من هذه الاقانيم له عمله وله دوره. الكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للاب الذي ارسلني. ولما يصلي ليلة موت يقول الكلام الذي قد أعطيتني قد أعطيتهم. يعني كل كلام الرب يسوع اللي انتوا سمعتوه ده تقبلوا ان هو ده كلام الله الآب اللي كلمنا به من خلال ابنه. مش في العبرانيين يقول الله كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة، وفي الأيام الأخيرة إيه كلمنا فيه؟ ها، كلمنا فيه ابنه. يبقى الله الآب كان بيكلمنا فيه ابنه، والرب يسوع يتكلم عن المجد بتاعه قبل تأسيس العالم، بيقول له مجدني أنت أيها الآب بالمجد الذي كان لي عندك قبل تأسيس العالم. ويتكلم عن الحب اللي ليه عند الآب لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. وتلاقي حياة ربنا يسوع المسيح كلها شكر لله الآب، كلها شكر لله الآب. يقول له أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض. بيعلمنا أن حياتنا كلها
تبقى مفعمة بالشكر والحمد لله الآب. يقول له أحمدك أيها الآب رب السماء، أيها الآب هكذا قد صارت المسرة أمامك. معجزة إشباع الجموع في متى 26 يقول أخذ يسوع الخبز، آسف، في العشاء الرباني يقول أخذ يسوع الخبز وبارك، وبعدين أخذ الكأس وشكر. في الفكر اليهودي لما يقول وبارك مش مقصود بأن هو بارك الخبز نفسه، مقصود بها أنه إدى البركة لله الآب، فالله الآب أعطى البركة من خلال الرب يسوع للخبز. وأخذ الكأس وشكر، شكر مين؟ شكر الله الآب. أخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم، هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. النهاردة في المعجزة في إنجيل يوحنا في 6:11 يقول أخذ يسوع الأرغفة وشكر وشكر. فحياته كلها شكر لله الآب، شكر لله الآب. في كورنثوس الأولى لما القديس بولس بيتكلم عن العشاء الرباني يقول إنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر. فإحنا في كل قداس، في كل قداس إحنا بنقدم جسد ابن الله ونتحد بجسد ابن الله، علشان من خلال هذا الاتحاد يبقى لينا شركة من خلاله مع الآب السماوي، شركة من خلال الابن مع الآب السماوي. اللي بيدينا هذه الشركة هو الروح القدس، روح الشركة. يعني إحنا بناخد الموضوع محصور في جزئية صغيرة خالص ونخسر البركة الكبيرة كلها. أحيانا الواحد يتناول يحس أنه بيعمل حاجة بيتبارك بيها كده وخلاص، أو حاجة روتينية. لا، أنت بتتناول عشان تتحد مع المسيح، ولما بتتقدم للتناول أنت بتتقدم للمسيح عشان تتحد مع المسيح. ولو أنا سكت على كده وخلاص يبقى أنا قلت لكش الحقيقة كلها. أنا بتناول عشان أتحد بالمسيح، عشان مع التحادي مع المسيح أدخل أتحد مع الله الآب وأدخل إلى عرش الآب السماوي. هذا المشوار كله، إنما مش أمشي حتة صغيرة وتهيئ لي إن إحنا ده مجرد طقس أو حاجة بنعملها إحنا الأرثوذكس وخلاص. لا لا، وده اللي بيخسروه في الكنائس البروتستانتية للأسف، إنهم مع تجاهلهم التام لموضوع الله الآب تجاهلوا أيضا العشاء الرباني، لأنه ما بقاش ليه معنى كامل أو ما لهوش معنى قوي عندهم إن أصلا هو العشاء ده أو الاتحاد ده هو عشان اتحد بالمسيح، وبالتحادي مع المسيح اتحد مع الله الآب نفسه. علاقة المسيح بالآب علاقة كلها حب وثقة وطاعة، يعلمنا هذا ويدينا هذه القوة وهذه النعمة. يقول له يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. على الصليب يقول له يا أبتاه، يا أبتاه. كلمة يا أبتاه دي اللي ترجمت بالعربي يا أبتاه هي بالأرامي يا أبا، وأبا في الأرامي هي يا دادي، دادي بابا بابا. شوف الحب، حب الرب يسوع للآب السماوي، يقول له يا بابا يا دادي. يقول له يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما لا يعلمون ما يفعلون. وحتى لما سلم روحه على الصليب
كانت علاقة الحب واضحة جدا. قال له يا أبتاه في يديك استودع روحي. تخيلوا بعد الألام دي كلها وبعد الصراخ وبعد ما قال له إلهي إلهي لماذا تركتني، بعد كل هذا المشوار الطويل برضو ما ينساش الله الآب السماوي إنه أبوه، ويقول له بابا دادي خد روحي في إيدك. وكأن الآب السماوي بقول له تعالى حبيبي، تعالى حبيبي في حضني، تعالى. وهو في حضن الآب إلى الأزل. حاجات عجيبة، حاجات تخلي الواحد ينزهل. ولما طلع السماء وجلس على العرش يقول أنا جلست مع أبي على عرشي، من يغلب فسيعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. أنا قعدت مع بابا على العرش بتاعي وأنا عايزك تقعد معايا، عايزك تقعد معايا. وفي رؤيا 1:6 يقولنا جعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، لله أبيه. أنا يمكن كلمتكم في موضوع الله الآب مرات قبل كده، واتكلمت عن أبوة الله للخليقة وأبوة الله للإنسان وأبوة الله للملائكة، ولكن يمكن ما اتكلمتش عن أبوة الله لربنا يسوع المسيح. الله أبو ربنا يسوع المسيح. هل هذا الموضوع يخصني؟ هل هذا الموضوع يخصك؟ طبعا طبعا، ده موضوع رئيسي، لأنه كل ما نقوله عن الكلمة المتجسد نقوله لأجلنا إحنا، لأن كل ما تحقق في كلمة الله المتجسد تحقق لأجلنا إحنا. فلما الرب يسوع يقول لله الآب يا بابا أنا في المسيح يسوع، أقدر أقول لله الآب يا بابا. ده قال لنا لما تصلوا قولوا إيه؟ قولوا إيه؟ يا أبانا الذي في السماوات، يعني يا بابا الذي في السماوات، يا دادي الذي في السماوات. وأنا كنت أقدر أقول لله أنه أبويا إزاي لو لم تكن هذه العلاقة الجوهرية وهذا الحب العميق بين الله الآب والله الإبن، كان قد تحققت في تجسد وفي جسد ربنا يسوع المسيح. من كام يوم كده كتبت بوست كده، كتبت كلمة صغيرة خالص، كتبت I am my daddy's little boy بالانجليزي. دي بالانجليزي، بالعربي يعني ايه؟ انا ابن الابن الصغير، اللي هو الابن الايه، ها، الابن الصغير بيبقى ايه؟ الابن الدلوعة، مش كده؟ اللي بيتدلع على ابوه، مش كده؟ فقلت يعني انا ابن ابويا او دادي الدلوعة. طبعا ما كنتش اقصد ابويا بالجسد، انا فعلا كنت ابن ابويا بالجسد الدلوعة فعلا. كانت علاقة الحب بينه وبين الله يرحمه كانت رائعة جدا، ولكن مع الزمن اكتشفت لا، ان ابوة ابويا وكل ابوة وكل امومة وكل حب بين الاباء والابناء، كل هذا كله اجمعه على بعضه كده، تلاقي ان هذه الابوة وهذه الامومة وهذا الحب وهذا الحنان هو نقطة صغيرة في ابوة الله الاب ليا وليك. فعلاقة الحب بين الله الآب وبين ربنا يسوع المسيح من جهة الطبيعة ومن جهة المحبة هي اللي ادت لنا هذه البركة، ان احنا نقدر في شخص ربنا يسوع المسيح ان احنا نكلم الله ونقول له يا أبانا، نقول له يا أبانا يا بابا، نقول له يا أبانا.
حد فيهم حاجة؟ اللي فيهم حاجة كده يرفع ايده. طب حلو. طب حد حس بحاجة؟ حدش حس بحاجة؟ طيب انا عايزك وانت بتصلي النهاردة في القداس تعمل حاجتين. ركز كده في كلام القداس، في كلام القداس، وشوف ابونا هو بيصلي، بيصلي ازاي وبيكلم مين وبيقول ايه. دي حاجة. حاجة التانية اللي عايزك تعملها وانت بتصلي النهاردة، قول له يا ربي نفسي علاقة الحب دي اللي بينك وبين ربنا يسوع المسيح تبقى هذه العلاقة، اديني نصيب فيها واديني شركة فيها. انا عايز اخرج النهاردة من القداس واحس ان انا في شركة مع ربنا يسوع المسيح ومع الله الآب. العبارة اللي كنت بتكلم عليها، الله الآب، نقولها تاني، الله الآب وربنا يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. فكروا فيها وانتوا بتصلوا واطلبوها وانتوا بتصلوا ان يكون لكم نصيب فيها. لربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، آمين.